مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فيستوك. وقبل ما نبدا بتعريف فقراتنا النهارده، احب ارحب بزميلي عبد المنعم. مساء الخير يا عبد المنعم. مساء الخير عليك يا جهاد، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، وكل عام حضراتكم بخير. وطبعا انا سعيد جدا بتواجدي معاك النهارده وانك اعطيتيني هذا الشرف، وان شاء الله الحلقه تكون حلقه مميزه باذن الله. انا اسعد. ان شاء الله النهارده بدانا في اهم 10 ليالي في السنه، وهم العشر الاواخر من رمضان، لان بيكون فيهم اعظم ليله في السنه كلها، وهي ليله القدر اللي العباده فيها ساعه واحده بتكون بثمان سنين، والليله كلها بتكون بألف شهر. ليله القدر خير من ألف شهر. سميت بليله القدر لان هي بيتغير فيها الاقدار. يعني لو انت عندك دعوه وعندك احساس كده ان هي حاجه مستحيله مش ممكن تتحقق، فلا، فهي ممكن تتحقق في اليوم ده. وخلي عندك يقين ان مفيش حاجه مستحيله على ربنا. وكمان الليله دي عظيمه جدا لان هي الليله اللي ربنا سبحانه وتعالى انزل فيها القران على الرسول صلى الله عليه وسلم. اكيد طبعا، بالظبط كلامك يا جهاد. طبعا احنا محتاجين الليله دي، او تحديدا العشر الاواخر من شهر رمضان، احنا محتاجين ندعو كثيرا، نجتهد كثيرا، لان احنا بنمر فتره صعبه جدا جدا حاليا، وهي ازمه كورونا اللي مأثرة على العالم كله. فطبعا انا بتمنى من الناس كلها تدعو وتجتهد وتعود الى الله حتى يرفع عنا الله هذا البلاء. وبنقول طبعا لحبايبنا طلاب الثانويه العامه، بنقول لهم طبعا اجتهدوا وادعوا، واحنا محتاجين جدا 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 الادعيه والالتزام، عشان ان شاء الله ربنا يكرمكم في اللي جاي ان شاء الله، وفي مستقبلكم باذن الله. وطبعا مش لطلبه الثانويه العامه بس، كلنا ندعي وكلنا نستغل الليله دي بان احنا ندعي ان ربنا يرفع عننا البلاء. واكثروا من قول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ده دعاء ليله القدر. خلينا بقى نروح لحاجة مهمة جدا للأسف مش قادرين نبعد عنها ولا قادرين ننساها، وهي إحصائيات عدد مصابين فيروس كورونا. للأسف بلغ عدد المصابين النهاردة 338 حالة جديدة، وعدد الوفيات 12 حالة وفاة، والحالات السلبية 2980. للأسف إجمالي الإصابات 10431 إصابة، وإجمالي الوفيات 556 حالة وفاة، وإجمالي المتعافين 2486. نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء بإذن الله. ربنا يا رب يشفي كل مريض ويرحم كل متوفي. خلينا بقى نروح لحاجة حصلت امبارح، جملة اتقالت وهي العمر عدى ولا لمحته، ابقوا افتكروني لو سمحتوا. رحل الفنان إبراهيم نصر صاحب هذه الجملة الخالدة فجر الثلاثاء عن عمر يناهي 70 عام. كان معروف بأسطورة المقالب. ولد 18 أغسطس بحي شبرا بالقاهرة. بدأت الموهبة بتاعته بأن هو كان بيقلد أحد الأقارب، وبعد كده أصبح كوميديان العيلة بتاعته. عمل حاجات كتيرة وعمل أعمال تلفزيونية كتيرة جدا، وعمل مسلسلات وعمل أفلام، وعمل برنامج المقالب الشهير الكاميرا الخفية اللي طبعا ما كانش فيه أي حد فينا مش بيتفرج عليه. كان في شهر رمضان، وكان هو رائد هذا النوع من البرامج الرمضانية، وكمان شارك في العديد من الأفلام المميزة زي زكية زكريا. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. طبعا عنده عدد تاني، عنده عفوا عنده اعمال تانية كتير عملها، عنده حاجات كويسه جدا، منها طبعا دوره في مسلسل رأفت الهجان. ربنا يرحمه يا رب ويتغمده برحمته، ويعني يرزق اهله الصبر والسلوان. نروح بقى لخبر رياضي كده، هو فرحنا شخصيا، لكن احنا يمكن انا وجهاد قبل الحلقه واحنا بنقدها يعني كنا مختلفين على الخبر ده. اتفقنا على كل حاجه، اتفقنا على كل حاجة في الحلقة الحمد لله، لكن اختلفنا على الخبر ده، وأنا أصريت بإصراري إن احنا نتكلم عن كرة القدم والرياضة. بس خلينا متفقين إن أغلب البنات مش بتحب كرة القدم. ما اختلفناش، ولكن احنا بنقول إن دي حاجة إيجابية جدا، يعني عودة الدوري الألماني، وإنه هيتلعب إن شاء الله يوم الجمعة الجاية كبداية حتى لو بدون جمهور، فهو مؤشر جيد جدا جدا. فبنتمنى إن شاء الله إن احنا يعني ربنا يكرمنا، وباذن الله الدوري المصري يعود، ونشوف متعه الاهلي والزمالك من تاني ان شاء الله باذن الله. وده مؤشر كويس جدا، وحاجه تبشرنا بان ان شاء الله الكوره ترجع تاني في مصر، وان احنا ننتهي من الازمه دي ومن الكابوس اللي احنا عايشين فيه، ونرجع لحياتنا الطبيعيه اللي فعلا بقينا مفتقدينها جدا. مشاهدينا، احنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا الاولى. الحقيقه اوعى تروح في اي حته، لان احنا عندنا ان شاء الله الفقره الثانيه فقره مميزه جدا، ومعانا دكتور اسلام عبادي مستشار الصحه النفسيه، وهنتكلم عن التفكير السلبي والايجابي والياس والاحباط. مشاهدونا اوعوا تروحوا في اي حته، فاصل ونواصل.
الإنسان دايما بيفكر في كل وقت وكل ساعة وكل دقيقة، طول ما هو صاحي بيفضل يفكر، حتى وهو نايم بيفضل يفكر، ولكن أفكاره بتجيله على هيئة أحلام. وأفكارنا بتكون إما سلبية أو إيجابية، ولكن هي بتأثر على حياتنا كتير جدا، وده اللي هنعرفه مع ضيفنا اللي مشرفنا الدكتور إسلام عبادي، مستشار الصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا ستي، نورتنا. أهلا بحضرتك يا دكتور. نورتنا يا دكتور. ربنا يمسك حضرتك. الحمد لله. في البداية كده عايزين نعرف من حضرتك إيه هو التفكير، وهل فعلا هو بيأثر على حياتنا وعلى تصرفاتنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا عاوزين نحيي المسلمين ونقول لهم كل عام وانتم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الايام دي كلها افكارنا حلوه وان احنا ندرك ليله القدر. اولا التفكير ده امر لابد منه، واحنا ما بنعرفش نهرب من تفكيرنا ابدا، لان الانسان في كل لحظه وكل دقيقه وبل في اليوم بيفكر في الاف الافكار. بيجي لنا تاشيرات ومؤشرات من العقل لتفكيرنا والاحساسنا الاف المرات، ولكن على الإنسان أنه هو يقدر يميز التفكير الإيجابي من التفكير السلبي، علشان ده في الآخر هيترجم يبقى سلوكه. وإحنا عندنا الديانات كلها، الإسلام والمسيحية وأهل الكتاب واليهودية، تكلموا عن التفكير وعن الفكر. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل عشان يبدأوا يفكروا ليه ربنا خلقهم وليه هم موجودين في الدنيا وازاي عمروا الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الفكر في القرآن كتير، ذكره حوالي أكتر من 10 مرات أو 11 مرة، ما بين قول الله تعالى لآيات لقوم يتفكرون أو لعلهم يتفكرون. فربنا أمرنا أن احنا لإما نفكر ولازم نبدأ في التفكير، لإما احنا فعليا داخلين في دائرة التفكير فتفكيرنا يبقى إيه؟ إيجابي. ربنا بيقول في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يبقى هنا هو التفكير الإيجابي بيخلينا ولا نخاف ولا نحزن. وربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وإيه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. حتى في علاقاتنا الحياتية والاجتماعية في الزواج قوله تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى احنا لازم نفكر ومفيش هروب عن التفكير، فلإما التفكير يكون إيجابي لإما يكون تفكير يكون سلبي، بل إن في أساليب للتفكير متعددة مش هنحصرهم في الإيجابي والسلبي، وده اللي احنا هنبينه النهاردة. طب إيه هي أساليب التفكير يا دكتور؟ احنا عندنا اساليب التفكير متعدده وكتير، بس في عالم اسمه ادوارد دي بونو عمل كتاب جميل جدا سنه 1985 اسمه قبعات التفكير الست. حصر اساليب التفكير في ست اساليب، ست انماط من التفكير، ورمز لكل اسلوب من الاساليب بلون قبعه معينه اللي هي بتتحط على الدماغ، قبعه علشان التفكير نبعه الاساسي هو ايه؟ الدماغ. الدماغ. فقال لنا على ست أنواع أو ست أنماط من التفكير هم خلاصة أساليب التفكير، لأن أساليب كتير، أساليب التفكير كتيرة ومتعددة. ممكن حضرتك تذكرهم؟ نذكرهم دلوقتي ونذكر إزاي هي كمان هو رمز ليهم بألوان إيه ورمزهم بألوان ليه الألوان اللي إحنا يعني كل ده. تفكير كل نوع تفكير بيكون ليه لون معين؟ هو رمز للموضوع ده بالشكل ده. طب والفكرة من كده إيه؟ الفكرة من كده إني علشان أعمل تنبيه لتفكيري أنا وأعرف إزاي أميز تفكيري أنا، هل أنا تفكيري تفكير بلون القبعة الفلانية أو الفلانية الفلانية اللي إحنا هنذكرهم. يعني أنا مثلا يا ده ارتباط مثلاً شرطي علشان يفيد المنصت أو اللي عاوز فعلا يبحث عن تفكيره، إزاي أنا بفكر وإزاي اللي قصادي بيفكر علشان أقدر أوصل إلى أفضل أسلوب فكري في اللي أنا أتعامل فيه مع نفسي وأتعامل بيه مع الآخرين. يعني انا مثلا لابس لو بفكر تفكير سلبي يبقى انا كده لابس قبعه سوداء، وده اللي قاله ايجابي يبقى لابس قبعه خضراء. بالظبط كده. بس هو بقى ايه قال ان التفكير سته، هو التفكير الحيادي، التفكير العاطفي، التفكير السلبي، التفكير الايجابي، والتفكير الابداعي، والتفكير الشمولي. خلينا نكملهم ولكن بعد ما نستقبل المداخله دي. معانا علي من الشرقيه. اهلا بيك يا علي. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. اخباركم عاملين ايه؟ تمام، نورتنا. الحمد لله. منورين الدنيا والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك علو. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه بخير وسلامه دايما يا رب. وانت طيب وبالف خير، اتفضل. انا عايز استفسر من دكتور اسلام نصيحته في ازاي نحسن الحاله النفسيه في الظروف الصعبه وازمه الكورونا اللي بنعاني منها في الوقت الحالي. حاضر يا علي، هنجاوبك. حاضر. شكرا ليك علو. شكرا على الاتصال.
طبعا استاذ علي اتكلم في حاجه مهمه جدا اللي احنا باذن الله هنتكلم فيه يعني في اخر باذن الله فقرتنا، علشان ده امر مهم ولازم نبقى عارفين ازاي نسيطر على فكر الخوف، بس عشان بس ما نطلعش بره اطار الاساليب التفكير الست الاساسيين اللي احنا عاوزين نعرف ايه هي اساليب التفكير. هرد طبعا على سؤال الاستاذ علي خليك معانا اخر حلقه اخر الحلقه باذن الله. حضرتك اتفضل كمل السته اللي كنا سته. اولا عندنا القبعه البيضاء وهي بترمز الى التفكير الحيادي، القبعة الحمراء وهي بترمز للتفكير العاطفي، والقبعة السوداء وهي بترمز للتفكير السلبي، وعندنا القبعة الصفراء وهي بترمز إلى التفكير التفاؤلي الإيجابي، وعندنا القبعة الخضراء وهي بترمز للتفكير الإبداعي اللي فيه تطور، وعندنا القبعة الأخيرة وهو قبعة الزرقاء اللي هي بترمز إلى التفكير الشمولي والتفكير الموجه. يعني هي تعتبر يعني قمه القبعات السته. ديت القبعات السته. كلمنا يا دكتور عن التفكير الحيادي او القبعه البيضاء. القبعه البيضاء. صاحب القبعه البيضاء ده صاحب التفكير الحيادي، التفكير اللي لا يقبل الا للتجارب العلميه والى الارقام والى التجارب البحثيه. هو ما يعرفش غير المعادلات، 1+1=2. بنتكلم في مشروع، المشروع ده عبارة عنده اختبارات، عنده دراسة جدوى ليها بداية وليها نهاية، ما بيتعاملش غير زي الكمبيوتر. طب والشخص ده دكتور عنده عواطف؟ عنده عواطف، بس هو الغالب على تفكيره هو مستقيم، يعني هو حيادي. هو كلنا احنا كبشر عندنا الست أنماط التفكيرية، كل واحد فينا عنده ست، عقله في الست افكار، ولكن ايه هو التفكير المسيطر عليه؟ الابرز هو عنده. التفكير اللي بيستحوذ على اكتر من 50% من احاسيسي ومن مشاعري ومن سلوكياتي وتصرفاتي. هنرجع طيب لنوع تاني من الانواع دي، ولكن بعد المداخله دي معانا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. انا مهتمه جدا بالبرنامج بتاع حضرتك، وبشكر القناه جدا، وبشكر برنامج حضرتك على استضافه الدكتور الهايل اللي ما شاء الله عليه. شكرا. من علوم الدنيا والدين. شكرا جدا، وعايز استشيره في حاجه ضروري. اتفضلي دكتور مع حضرتك. السلام عليكم دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. لو سمحت انا في حاجه جدا، بقالي 6 سنين متجوزه وتعبانه جدا، مش عارفه يعني ارجع على اي حل فيهم. جوزي دكتور نرجسي بمعنى الكلمه، غير كده ان هو يعني بقالي 6 سنين من الجواز، حاولت اعمل معاه كل الطرق عشان ارضيه، مفيش فايده فيه، عندي جدا، وكل اهلي وقطعوني بسبب ان هم عمالين يقولوا لي اتطلقي اتطلقي، وانا مش قادره عشان خاطر معايا 3 اولاد، مش قادره انفصل عنهم، وقطعوني خالص اهلي، وهو كمان بعيدني عنهم، وانا عايشه دلوقتي في الشباب، مقطعني منهم ومش عايزني ان انا اتكلم معاهم وكده، ومش عارفه يعني خايفه دي مرين، خايفه يعني الاولاد واهلي. يا دكتور هو حضرتك بتقولي ان هو صاحب شخصيه عناديه، هو عنادي بيعاند معاكي في كل حاجه؟ هو عنادي في كل حاجه. عنيف ولا عنيد؟ ايه؟ عنيف ولا عنيد؟ الاثنين. يعني عنف وعند. هو بيميل لايه اصلا؟ اتربى ان هو ابوه كان متجوز 3 وكان بيضربهم وكده، هو اتربى في البيئه نفسها غلط. ماشي. ماشي، بس انا تعبت يا دكتور، مش قادر استحمل. حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ قالت 6 سنين. 6 سنين؟ ومعاكي 3 اولاد؟ انا سادسه، ومش عايزه اسيب ولادي، لان لو سبت ولادي بيتهم نفسه غلط، يعني هيعاملوا ولادي معاملة وحشه جدا، وهيسبوهم وهيعملوا فيهم، وانا مش قادره اتطلق. اهلي خلاص اعطوني، قالوا لي اتطلقي يعني تستحملي، وانا مش قادره اتعب، والله تعبت. لا باذن الله ما فيش تعب، وربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك الطلاق وفكره الطلاق، وانا هجاوب على سؤال حضرتك باذن الله. هنجاوبك يا شيماء، ولكن بعد المداخله دي معانا أمة الله من بني سويف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك كنت عايزه اسال الدكتور. اتفضلي الدكتور معاكي. من فضلك يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلم حضرتك. كنت من فضلك يا دكتور، انا من فتره كده من قيمه حوالي 10-15 سنه دخلت في ازمه نفسيه، وكشفت طبي وخدت علاجات لمصابات الاكتئاب. يعني خدت يعني دخلت في حاله ديبريشن. حاله اكتئاب. الحمد لله تعافيت كده، انا يعني حسيت ان انا تعافيت، يعني الحمد لله عاد ممكن اكتشف الازمه شويه. بس من ساعتها يا دكتور انا بتنتابني هواجس رهيبه، هواجس خوف رهيب. يعني انا مثلا بنتي جايه، يعني بنتي جايه اتاخرت 5 دقائق،
انا بشوف حاجات قدامي انها ممكن تكون حصل لها مكروه وبشوف الوضع قدامي، يعني بتخيل الوضع قدامي. تمام. حد من الولاد الاحفاد واقف في البلكونه، بتخيل قدامي ان هو ممكن، وبشوف قدامي يا دكتور ان هو وقع بشوف كان يعني هو ما وقعش لا قدر الله. انت بتتخيلي حدوث الحوادث الاليمه على طول، يعني تتخيلي مثلا لو بنتك جايه ان في حصل حادثه، ابنك واقف في البلكونه وقع، انت حاسه ان هيحصل مشكله كبيره، في هيحصل كارثه والكلام ده كله. انا طالع امضي ورق من عند المدير وكده، بتخيل كعبلت. طب لما بتشوفي زحام، لما بتشوفي حته زحمه، لما بتشوفي حد دايما الحاجات الوحشه يا دكتور بتنتبهي، ماشي ماشي سيئه جدا ودي بتضايقني قوي. طب حضرتك لما بتخرجي بس وبتحتاجي، حضرتك لما بتخرجي بره بتتعاملي مع ناس في المجتمع، لما بتلاقي زحمه، لما بتلاقي مثلا الازمات المروريه، رايحه انت لاي مؤسسه فيها ناس كتير، بتحسي بايه؟ تصور يا دكتور انا اجتماعيه جدا وودوده جدا جدا. انا مشكلتي ان انا والحمد لله رب العالمين انا ودوده جدا حتى مع زمايلي، لكن للاسف انا بيني وبين نفسي عم بغسل بنفسي. بس لما بتحتكي في المجتمع بتبقي كويسه؟ لا الحمد لله رب العالمين انا كويسه جدا جدا وودوده، بس مشكله حياتي الهواجس الوحشه اللي بتنتابني. لا خلاص، ده باذن الله المساله تبقى سهله باذن الله. بس دي بتاثر على نفسيتي. حضرتك بس حضرتك اسمعي معانا باذن الله اساليب التفكير، وانا هتكلم على موضوع المخاوف دهيت، وايه اكتر قبعه انت لابساها، وايه اكتر قبعه هي مسيطره على تفكيرك، ولو قدرتي باذن المولى عز وجل نقدر نخلعها ونحط قبعه ثانيه او نحط اسلوب ثاني في التفكير، هتقدري تخلصي من المخاوف اللي عندك دي باذن الله رب العالمين. شكرا ليكي. دكتور تاني واتعالج تاني ولا الموضوع؟ لا باذن الله، انت ما دام خلصتي العلاج اللي فيه ادويه والحمد لله حسيت ان انت بقيتي احسن، يبقى احنا اللي احنا عايزينه بعد كده هو اسمه العلاج السلوكي المعرفي، يعني سلوكياتك تتغير بمجرد ان انت تعرفي ايه اسباب المشكله اللي عندك، وتبقى عندك يعني اسباب علميه قادره فاهمه من خلالها ان انا اقدر اخرج من الحته دي، وده باذن الله تبقى سهله. وحضرتك لو سمعتينا في الحلقه هتقدري باذن الله تطلعي من الحاله اللي انت فيها باذن الله رب. شكرا على اتصالك. خلينا يا دكتور نرجع للست انواع اللي كنا بنتكلم عنها. اوكي، احنا كده عندنا ايه مداخلتين، والمداخلتين باذن الله هنجاوب عليهم باذن الله في الحلقه من خلال لا ومن خلال اصلا اساليب التفكير. هنرجع دلوقتي، احنا اتكلمنا على القبعات السته للتفكير، واحنا لسه كان استاذ عبد المنعم قايل لي عاوزين نتكلم على القبعه البيضاء، وهي اول القبعات واول اساليب التفكير. واحنا اتكلمنا قلنا ان اغلبيه البشر كلهم هم عندهم الانماط دي من التفكير، كل واحد فينا من جواه عنده الحته الحياديه، الحته العاطفيه، الحته السلبيه، الحته او الاسلوب الابداعي والايجابي والشمولي، ولكن كل واحد فينا بيبقى زانق نفسه، حاصر نفسه في اسلوب واحد من الاساليب دي، وبيفقد المرونه النفسيه ما بين ان هو يعرف ينتقل ما بين الاسلوب ده والاسلوب ده والنمط ده والنمط ده، وده اللي بيبقى الشخص الناجح في اداره تفكيره، وده اللي احنا عايزين نوصل له النهارده في حلقتنا الجميله. خلينا بقى نروح للتفكير السلبي. احنا لسه عاوزين ناخد بالنا بس من التفكير الحيادي، التفكير الحيادي احنا قلنا عليه اللي هو القبعه البيضاء، الا وهو الانسان اللي ما بيتعاملش الا مع الحاجات اللي هي تجارب علمية، اللي هي الأرقام، اللي هي مجردة من المشاعر ومن الأحاسيس. هو عنده نمط اللي هو 1+1=2. طبعا هكرر السؤال تاني يا دكتور، فضل. هل هو برضو واضح ان في ناس كتيرة جدا شايفة الموضوع القبعات ده مهم وعايزة تستفسر معانا؟ عمر ناخد المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بك يا عمر، اتفضل الدكتور معاك. عايز امسي على مقدمين البرنامج وعبد المنعم الالفي حبيبي ربنا يخليك وجهاد الديب. الحقيقه انا ما عنديش اي استفسار، بس كنت امسي على اصدقاء مقدمين البرنامج. حبيبي ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا على اتصالك. يلا خير، اتفضل يا دكتور. ماشي بقى، احنا كده اتكلمنا على القبعه البيضاء وصاحب تفكير الحيادي اللي هو بيبقى حيادي عن اي مشاعر، لان هم قطعوني بالاتصال. ده مع حضرتك، هل هو الشخص ده حضرتك قلت ان هو يعني كل حاجه بيرفكت 100%، هل هو برضه ما بيستخدمش المشاعر في حياته؟ بيستخدم المشاعر بس ما بيطبقهاش. هل هو بيكون جاف في كل افعاله؟ بيكون جاف في تعامله مع الاخرين او مع ابنائه ومع اللي حواليه؟ والله لما بيواجه اي مشاكل او بيواجه اي اسلوب في تصرفاته بيتكلم، بيجيب عاوز على طول خلاصه المساله. انت اديني معلومات، اديني فهمني، يعني ما بيحبش النقاش كتير.
صاحب القبعه بيتعصب بسرعه لو حس اللي قدامه بيكذب عليه، حسب بقى بيتعصب او ما بيتعصبش. لا، لو مش مديله حاجات حقائق، يعني ما ينفعش تتكلم معاه في احاسيس ومشاعر، لا تلاقيه على طول عاوز يترجم، قول لي اطلب مني اوردر وانا انفذه لك. يعني هو بيفكر بعقله اكتر ما بيحس بقلبه. ده اكيد عقله خالص زي الكمبيوتر كده. خلينا نروح بقى للتفكير السلبي. ممكن ناخد التفكير العاطفي. القبعه الحمراء، القبعه الحمراء، صاحب القبعه الحمراء ده بقى واحد يعني دايما بيعتمد على كامل احاسيسه وكامل مشاعره، وتلاقيه دايما وهو بيتكلم يقول لك انا حاسس ان الموضوع ده حلو، انا مستريح للموضوع ده، لا 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 انا اتشائمت، انا مخنوق. لو اتعرض عليه اي تجربه او اي مشروع يقول لك انا والله مستريح للمشروع دهوت علشان انت بس فيه. زي صاحبك كده هوت اللي كلمنا من شويه دهوت، قال لك ده انا بتكلم بس عشان امسي على استاذ عبد المنعم. شخصيه محترمه. اه يعني واخد بالك، هو دوت اللي الدافع، حبه ناس نعمه دكتور. الدافع نعمه كبيره طبعا. الدافع اللي خلاه يتكلم في البرنامج هو شعوره تجاه استاذ عبد المنعم، واخد بال حضرتك. دوت دايما بقى اللي اصحاب القبعه الحمراء دايما بيزعلوا من اقل حاجه، دايما بقى بيبقى عندهم الشعور اللي بيسيطر عليهم دوت هو اللي دايما بيحجمهم، لا اما بيخليهم مقدمين او على المواضيع، لا اما تخليهم قافلين قوي طبقا لمشاعرهم واحساسهم، وبيعتمدوا كله على المشاعر والاحاسيس والنفسيه اللي هي اللي فيها نوع من انواع ان انا لا انا اتفائلت بالموضوع دوت، لا انا اتشائمت من الموضوع دوت، وبين اللي هو كله ما بين التفاؤل والتشاؤم والاحاسيس والحب والعاطفه. والناس دولت من اسهل الناس اللي انت ممكن تتعامل معاهم وتكتسبهم لو انت بس اتعاملت معاهم بابتسامه وكلمه حلوه يحبوك يعني جدا جدا. يعني دكتور كده عمر طلع حساس؟ اكيد طلع حساس عمر. طب هو في حد يا دكتور يقدر ان هو يغير القبعه بتاعته؟ هو هنا بقى يعني الهدف من اللي احنا نعرف ايه هي اساليب وانماط الفكر، ليه ان احنا لازم نتحول ويبقى عندنا مرونه ان احنا نشيل القبعه دي على طول لما الاقيني انا تحت سيطره هذه القبعه مستمره، واخد بال، اخلعها واحط قبعه تانية. دي المرونه النفسيه اللي المفترض تكون عند الانسان الايجابي. تمام. اللي هو يتحرك ما بين كل ده، وهندي مثال في الاخر نوضح ازاي ننتقل ما بين تفكير ما بين القبعه دي او الاسلوب ده والاسلوب ده ومن القبعه دي للقبعه دهيت علشان نقدر نبقى عندنا ايجابيه في تفكيرنا، وتبقى حياتنا باذن الله تبقى كلها ايجابيات. ثالث حاجه معانا التفكير السلبي. التفكير السلبي ده احنا عايزين نقفله في شويه. القبعه السوداء اللي حاليا محطوطه على كل شخص مصري او في العالم كله لابسها تقريبا. والله بس يعني. بقى يعني ايه كورونا هي اللي لبستها لنا بس الحمد لله رب العالمين. طب احنا بقى ازاي نقلعها يا دكتور؟ يعني هنقلعها باذن الله وربنا يكرم. بس هو صاحب القبعه السوداء ده صاحب التفكير التشاؤمي، التفكير اللي دايما يركز على المواطن الضعف، اللي بيفكر دايما على الريسك المخاطر، لا اللي هو دايما اصحاب القبعه السوداء دول دايما متقوقعين جوه نفسهم، بيحسوا ان طول ما هم لابسين القبعه السوداء دول هم في امان، ما عندهمش روح التجربه، ما عندهمش روح الاقدام، لا انا كده كويس، لا انا معايا فلوس، لا ما اطلعهاش لحد، لا انا ما اشغلهاش، لا انا ما احطهاش في بنك، لا انا ما اعملهاش كده، لا انا ما اقدرش، انا خايف ان ابني يطلع، انا خايف ان ابني ينزل. هنقول ان في مداخلة دخلت لنا، هي أمة دلوقتي أمة الله لابسة القبعة مغطية وشياها، مش في دماغها بس، دي نازلة خالص كده، هو بقى عندها نوع من أنواع المخاوف المستمرة. ده صاحب القبعة السوداء اللي ما تنفعش أنت تفضل وانت بتتكلم معاه تقول له بص والله تفائل وبكرة الحياة تبقى أحسن، يقول لك حياة أحسن مين يا عم، شوف اللي احنا فيه دلوقتي. في المسألة طبعا دي بتبقى صعبة شوية، ولكن في أوقات بتبقى محتاجين القبعه السوداء دهيت عشان نبعد عن المخاطر. نرجع للمكالمه بتاعه شيماء، وهي كانت بتقول ان جوزها يعني هم مشاكل بينهم وصلت للطلاق، فاحنا عايزين نعرف. وبتقول لك هي بتقول طبعا هو يعني والده او اهله كانوا بيعاملوه بجفوه او بعدم عاطفه. يعني نقدر نقول هل جوزها ده معقد فبيطلع عقدته على العيال؟ والله بص مش هنقدر نقول معقد، هنقول ان هو عنده اضطرابات نفسيه. ماشي، لان مساله العقد دي متعدده. اكيد احنا هنقول ان اهم حاجه ما بين الزوجين هو لغه الحوار. لغه الحوار لما بتتجمد بتظهر السلبيات، كل واحد فينا سلبياته بتبقى اقوى بتبقى اكبر. لغه الحوار، ازاي انا اتحاور معك وانت تتحاور معايا، واتكلم معاك وانت تتكلمي معايا، ونوصل لحل للمشكله دي. وطول ما انا مش فاهم انت بتفكر ازاي، والزوج مش فاهم الزوجه بتفكر ازاي،
طول ما هيبقى فيه تصادم كتير واحنا لسه قايلين الايه في اختلاف مش اختلاف بس هيبقى في شقاق يعني يا ريت الاختلاف ده ساعات بيبقى نتيجته كويسه ان الاب بيكمل الام والام بتكمل الاب الاب عاطفي قوي وبيطبطب على العيال لما بيعملوا حاجه غلط وبيكلمهم بالراحه والام شديده بتضرب وبتزعق فالاتنين بيكملوا بعض بس في حاله واحده في حاله ان هما الاتنين يكون على وفاق في الاتفاق بينهم وهي لازم تكون فاهمه جوزها بيفكر ازاي وهو فاهم زوجته هي دي لابسه القبعه ايه وده لابس القبعه ايه. طب هل يا دكتور ممكن تكون المشكله اللي هي اللي عنده دي هل بسبب مثلا انه هو بيسمع كلام حد بره مثلا صحابه واهله اي حد من حواليه متاثر في بيته؟ طبعا طبعا كلنا بنتاثر بالكلام اللي حوالينا وبالمؤثرات دي كلها. هنرجع للموضوع ده تاني ولكن بعد رمضان من بني سويف معانا مداخله من رمضان. رمضان ده مداخله. السلام عليكم. اهلا بيك يا رمضان اتفضل. الله يكرمك. والله يا باشا كل سنه وطيبين الاول بس انا عندي ابن تعبان قوي. انت طيب. ابني حاله نفسيه تعبانه خالص ولا شجع على ابو العزايم والمستشفى بنزويه. ابني بيجي للنادي يصرخ وبيشكوا في ناس بتكتب لي سحر وخد سلاح وراح وتهجم على البيت ده. وانا بقول ما فيش حد بيكتب لي سحر يا ابني. ايوه. بيجي للنادي يصرخ. طب هو ابنك عنده كام سنه؟ عنده 22 سنه وليه 3 سنين وفاضل له 3 اشهر يخلص الجيش. حاله نفسيه تعبانه قال لي مش هروح الجيش وبيتخانق مع ابوه وبيتخانق مع عمه كتير. وبيجي له تخيلات كتير ان هو مثلا ان في حد عامل له حاجه ان في حد اذيه ان في حد بيهاجمه. ويفضل وهو بيكلمك كده تلاقيه بيدخل من موضوع لموضوع من حته لحته وما بيسمعش كلام حد بسهوله. ما بيسمعش كلام حد خالص ولا حد يقول لي يا ابني هتضيع نفسك في الجيش. خلصت عليك 3 سنين بس مش عليك رايح جاي الجيش وطلعت في الجيش. طب هو ابنك بيحب ان هو يبقى قاعد لوحده وقافل عليه الاوضه ما بيحبش حد يعني يخش. طب ما بيحبش معلش يعني ما بيحبش يخش يستحمى وما بينضفش نفسه كتير وما بيسرحش شعره ولا الكلام ده؟ لا لا هو من ناحيه يستحمى بيستحمى على طول ينضف نفسه بس هو دلوقتي عنده شك ان الناس بتكتب فيه سحر وعاوز يروح يتهجم عليهم ويتهجم عليهم وقت كده بالله. وعايزين له مشاكل مع الجيران. يعني مثلا بتلاقيه وهو بيكلم يقول لك الجيران بيتصنطوا علينا الجيران بيشوفونا الجيران بي 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 بيقول كده؟ بيحس بريحه وحشه بيحس بجد زمانين جنبيا بيحطوا لي ريحه وحشه وانا شامم ريحتهم وحشه ريحتنا جنبيا. خلاص ماشي انا هرد على حضرتك باذن الله يا استاذ رمضان. شكرا على اتصالك يا استاذ رمضان. طبعا المواضيع ما شاء الله بتتشعب وعلم نفس ده علم كبير جدا. طب لما هنتكلم على الاضطرابات والاضطرابات والامراض والكلام ده كله انا برضه هرد على استاذ رمضان. هو استاذ رمضان طبعا واضح ان ابنه بيعاني من حاجه اسمها الاضطراب الوجداني. الاضطراب الوجداني ده مرض من الامراض النفسيه اللي لابد منه ان هو يعني لازم يعني نقعد معاه قعده برايفت او يجي ان احنا نشوفه ونقعد معاه عشان نحدد له ايه هي طرق العلاج بتاعته لان المرض الاضطراب الوجداني بيخلي الواحد عنده حاجه اسمها هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه وبيدخله في مساله شكوك ووسواس قهري وقصه طويله. طب هو الموضوع له يعني ناحيه روحيه؟ والله بص المساله الناحيه الروحانيه دي المساله برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى الجسد والروح فاحنا بنتكلم على الجسد. الروح قصه كبيره جدا. ويسالونك عن الروح كل روح ايه من امر ما اوتيتم من العلم الا قليلا قليل. بالله. طيب خلي الكنترول يتواصل مع استاذ رمضان وان شاء الله نشوف المشكله دي. هودي له نمرته وهكلمه باذن الله ان شاء الله. خلينا كده نرجع. احنا اتكلمنا عن 3 انواع من الست انواع. ايه هم بقى؟ اتكلمنا عن الحيادي والعاطفي والسلبي. دلوقتي الايجابي القبعه البيضاء القبعه الحمراء القبعه السوداء. ماشي خلاص تمام جدا. هنخش بقى في القبعه الايه رقم 4 وهي القبعه الصفراء. قبعه اما دكتور سموها صفراء عشان كانت بتلعب فني اسماعيلي. لا انا هقول لك احنا ليه احنا سميناهم اصلا او هم ليه سموهم اصلا او العالم دهوت ديبونو دوت ليه سماها او ليه خد الالوان دي مع ان الالوان كتير. البيضاء اللي هو اللون المتجرد خالص من الالوان وهو ده الحيادي اللي هو ما بيقبلش الا بالقوانين والمعادلات الفيزيائيه والكيميائيه. ماشي. الاحمر اللي هو دلاله عن الحب والمشاعر واللون الاحمر المتهيج ده هوت واللي بيحس ان دايما حاجه ناريه سريعه كده مشاعره على طول شغاله. والاسود اللي هو طبعا الحزن القبعه السوداء السلبي القفله القبعة الإيجابية وهو الشخصية التفاؤلية الإيجابية اللي هو اللون الأصفر اللي هو لون أشعة الشمس.
لون اشعه الشمس. الاشعه الشمس اللي احنا ما بنقدرش نستغنى عنها، اشعه الشمس اللي لونها اصفر ده صاحب الشخصيه ده، هي الشخصيه دايما تلاقيه مجازف ومتفائل، اللي دايما لما تيجي تتعامل معاه تحس كده ان هو يقول لك انا معاك في اي حاجه، تعالى يا عم نروح المشوار الفلاني، تعالى نعمل بيقول لك بص انا معاك يلا نجرب، يحب التجربه، يحب ان هو ما يبقاش حاطط نفسه في قالب واحد او في اتجاه واحد، لا تعالى هنا نروح هنا ونروح هنا ونيجي هنا. اي حاجه تكلمه تلاقيه منطلق معاك. نروح للنوع الخامس نبدا. قبل ما نروح له معلش معانا مداخله تاني من استاذ عفاف. انا معاكم انا معاكم. واضح ان مشاكل الناس كتيره جدا. يلا باذن الله نفرض بقى يعني حلقه تانية بقى للمشاكل دي باذن الله. باذن الله. اهلا بيك يا استاذ عفاف. اهلا بيك يا حبيبتي. اتفضلي الدكتور معاكي. اهلا بيكي اتفضلي. من فضلك يا دكتور في حاجه غريبه جدا بتحصل عندي. اتفضلي. وهي ان مثلا نكون عندي حاجه وشايلها في مكان امين وفجاه بقى ما لقاهاش. ايوه. وبعدين الاقيها في البنك في خزنه البنك. تخيل حضرتك انا ما وديتهاش البنك. كويس. في خزنه البنك وبعديها بعديها بس مره ثانيه افتح الخزنه الاقيها اختفت بالخزنه. لا معلش يا استاذ عفاف ايه هي الحاجه دي عباره عن ايه علشان بس انا ابقى ايه محدد مع حضرتك الكلام، يعني انت بتحطي حاجه ذهب، بتحطي فلوس، بتحطي أيوة. ورق أيوة ولا ايه بالظبط؟ ذهب. دهب. يعني انت حضرتك بتحطي الصيغه او الذهب في الخزنه فجاه ما تلاقيهاش عندك في البيت تلاقيها في البنك. عندي في البيت وفجاه ما لقاهاش في البيت. تلاقيها فين؟ اختفت من البيت. بتلاقيها المهم حاجه ولا ما بتلاقيهاش؟ لا لقيتها بعد كده لما فتحت خزنه البنك لقيتها في البنك. في البنك عندك يعني. وبعدين بعديها بشهرين ثلاثه افتح الخزنه ثاني اختفت من البنك ولا في البيت، فمش عارفه ايه اللي بيحصل ده. بص حضرتك كل حاجه ليها تفسير باذن الله، وانا هحاول اوضح لحضرتك التفسير ده اهوت وربنا يكرم باذن الله. برضو عايزين نبقى اكلمها برايفت الكنترول يتواصل معاها. تمام. اه باذن الله. وطبعا الكلام اللي هي بتقوله ده كلام ممكن يحصل اكيد طبعا، وبس بقى هيبقى ليه تفسير، واخد بال حضرتك، وهيبقى ليه تفسير مادي. ده موضوع تاني خالص بعيد عن سبيل التفكير الانسان العادي. طب ممكن بس حضرتك تفهمنا ده بيتسمى ايه؟ ده بص حضرتك، لإما دلوقتي احنا لما هقعد مع او هكلم مدام عفاف عن قرب لازم هحدد ايه سبب المشكله دي او سبب اختفاء الحاجات دي، لإما بفعل اختفاء مادي فعلي وان هي حطيته في 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 الخزنه وطلع واختفى والكلام ده، ده بيبقى ليه علم تاني اسمه علم الميتافيزيكا او الباراسايكولوجي، كلام تاني خالص بقى. ما وراء اللي هو بالعربي اللي هو ما وراء الطبيعه وما فوق النفس. دي قصه تانيه خالص مش هنقدر نفتحها ولا نتكلم فيها دلوقتي. طبعاً. حتى يعني موضوع طويل جدا يطول. اما بنتكلم ربما يكون في ناس كتيره بتعاني من الموضوع ده، بيبقى عندهم نسبه النسيان عاليه شويه، بنسبه تشتت الانتباه، فانا بحطها هنا ففجاه ان هي هناك. القصه دي برضو انا ما اقدرش اقول ان المدام عفاف كده، انا كلامها انا مصدقه، ولكن لازما اتواصل معاها وافهم ايه الموضوع عن قرب. تمام. خلينا برضو نرجع للانواع السته اللي بنتكلم فيها. احنا وصلنا للابداع لا احنا وصلنا عشان بس اقفل الاجابه كويس، اللي هو صاحب القبعه الصفراء اللي هو دايما تلاقيه متفائل، اللي هو عنده روح التجربه وروح التحرك كتير في كل مكان، اللي هو دايما تلاقيه صاحب نكته، صاحب ضحكه، صاحب ممكن يتريق ويهزر ويضحك والكلام ده، دوت صاحب القبعه الصفراء. عندنا بقى القبعه رقم كام؟ معنا خمسة. الإبداعي، القبعة الخضراء. القبعة الخضراء، صاحب القبعة الخضراء والتفكير الإبداعي هو هو صاحب التفكير اللي بيفكر خارج الصندوق، بيفكر دايما أنا عندي عندي مشكلة وفيها حل رقم واحد وحل رقم اتنين، يقول لك لا ده في حل رقم تلاتة، واخد بالك؟ دايما تلاقيه بيخرج بره حيز الحاجات المتاحة، يعني انتوا أصحاب وأصدقاء مع بعض، احنا عايزين نسافر يا جماعة الساحل الشمالي ولا نروح اسكندرية؟ يقول لك لا يا عم احنا نروح الغردقة أحسن، احنا نروح لإيه؟ المبدع يعني. يطلع بره عن التفكير المألوف اللي هو بيحط لك تفكيرات تانية أنت مش طارحها ومش موجودة، هو ده الإبداعي. يعني لو دفعة كلها مكتئبين تلاقي فيهم واحد بس متفائل بيكون هو الشخص ده. لا مش متفائل. عنده أمل في الحياة. عنده متفائل ومبدع. الابتكار، عنده روح الابتكار، ما عندهوش لا انا الحاجات ديت مش ما يعني هو لو قدامه فكرتين انا احب التغيير واحب اللي انا ابتكر قدامه فكرتين لا يبص للفكره الثالثه يطلع فكره ثالثه. هي الفكره الثالثه مش مطروحه قصاده، هو بيحاول ان هو يطرحها. ما انا بقول لك هو مثلا انا بدي مثال بسيط وهو كل واحد فيهم كده فعلا. انا عندي هنا هو رقم عاوزين نسافر اسكندريه ولا نسافر الساحل الشمالي، يقول لك لا احنا نروح الغردقه، نروح شرم الشيخ، اشمعنى؟ عشان كذا 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 كذا. دوت المبتكر، الاسلوب الابتكاري هو دوت اللي دايما يبتكر حاجات جديده مش موجوده ومش مطروحه،
بيفكر خارج الصندوق. طب دكتور نروح طبعا للعنصر السادس والاخير وهو العنصر الشمولي. بص دول بقى اصحاب القبعه الزرقاء وهم اصحاب يعني ايه اصحاب الشخصيات اللي بتاخد قرارات تنفيذيه. يجمع الافكار دي كلها ويشوف بقى على ارض على ارض الواقع نعمل 1 2 3 4 5 واخد بالك. والقبعه الزرقاء بترمز من لونها الى السماء اللي هي الخيمه او السقف اللي جامع الحياه دي كلها او البحر المتسع اللي فيه حاجات كتيره. فلذلك صاحب القبعه الزرقاء هو صاحب الفكر الشمولي وهي الماسترو وهي القائد لكل اساليب التفكير وكل القبعات اللي هي بتاخد اللي هم اصحاب بقى ايه مدير تنفيذي اللي بيبقى الاتش ار بيبقى اديني بس كده معادلات وانا هنفذ لك ده على ارض الواقع على طول. ده صاحب القبعه الزرقاء. احنا هنا هو بقى ازاي نطلع بالاستفاده المطلوبه لينا احنا كمستمعين وبنطرح اساليب التفكير ازاي انا يبقى عندي مرونه اللي انا اطلع من التفكير الحيادي للتفكير العاطفي للتفكير السلبي للتفكير الشمولي او التفكير الابداعي والتفكير الايجابي. هنضرب مثال بسيط علشان نقدر نقول ازاي احنا يبقى عندنا المرونه النفسيه دي. تمام تمام اتفضل يا دكتور. عندنا مشروع. انت دلوقتي كل الشباب دلوقتي نفسهم يشتغلوا ونفسهم يبقوا عندهم يعملوا مشاريع جاي له شغل واخد بالك لان مساله الاهتمام بالدخل دوت يعني ايه بيسيطر علينا كلنا طبيعي. ده اعمار الارض. هنقول ان هو جاي له شغل او هو جاي له مشروع عاوز يعمله. اول حاجه اول قبعه يلبسها هي القبعه البيضاء الحياديه. يشوف المشروع اللي جاي له ده او الشغلانه اللي جاي له ده الدخل بتاعها قد ايه؟ انا يعني مصروفاتي قد ايه؟ هتغطيه ولا لا؟ انا مصروفاتي قد ايه؟ المشروع ده هو راس ماله قد ايه؟ مكسبه قد ايه؟ ايه اللي ممكن المعادلات اللي هتخليني فعلا انجح في المشروع ده؟ لازم يحط على طول القبعه الايه؟ الحياديه. ماشي؟ يشيلها على طول ويبص نظره ثانيه هي النظره اللي فيها مشاعر. يلبس القبعه الحمراء يقول لا انا بحب فعلا المشروع ده انا بحب فعلا التجاره في الملابس ده انا بحب التجاره دايما في الـ 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 المنتجات مثلا الطبيه اي مشروع يحبه او يحب الشغلانه دي يقول لي انا كنت نفسي مثلا زي استاذ مريم كده يقول لي انا عاوز احب الاعلام انا حابب الميديا لا تعالى يا عم ممكن تشتغل شغلانه تانية ولا تشتغل في لا انا حابب الميديا استاذ جهاد انا بحب ان انا اطلع افيد الناس من على الشاشه ماشي. بس يا دكتور هل الحب نفسه كفايه يعني مثلا انا احنا قلنا بقى ان احنا نمشي بالسته كلهم بس انا ما عنديش عفوا انا ما عنديش الامكانيات اللي تخليني اشتغل مثلا حتى ورا الكاميرا حلو لما هتلبس بقى القبعات التانية هتبدا ايه تاخد خطوات يعني الموضوع يعني انا اقدر اغير القبعات على حسب كل ظرف انا فيه مش حسب كل ظرف هو الظرف الواحد هتلبسي له القبعات كلها لو قدرت تلبسي القبعات كلها وما تنحصريش وما تحطيش نفسك تحت قبعة واحدة هي اللي تسيطر عليك وتضيع لك إيجابيات تفكيرك وقدراتك الذاتية الداخلية الجميلة الحلوة خلاص انت كده أثرت نفسك وحطيت نفسك في حتة مش هتعرف تطلع حضرتك ان انا اعمل توازن بينهم توازن حسب ومرونة حسب الموقف المطلوب زي ما انا بقول لحضرتك جاي لك شغلانة جاي لك مشروع عندي مشكلة زي المشكلة اللي في المداخلة اللي جات لنا طلاق 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 ما هو كل اللي حواليها دلوقتي لابسين بقى الايه القبعة السوداء طلاق طلاق انفصل لا مشاكل شايفة الدنيا كلها سوداء لا لازم نغير الحتة دي. فاحنا قلنا هنا هو جاي لك المشروع او جاي لك الشغل بتلبس الحيادية الاول بعد كده بتلبس العاطفية بعد كده بتلبس السلبية وقت قليل جدا هي قبعة السوداء. ليه؟ اللي هي بتقول لنا بقى ايه الريسك بتاع المشكلة دي فيها ايه المخاطر بتاعتها ايه افهمها واعرفها ومر عليها مرة الكرام ماشي وبعد كده على طول البس لها القبعة الصفراء. يعني حضرتك تقصد المثل مثلا اللي بيقول ان انا مثلا يعني لو زعلت او ان انا يئست فانا كده خلاص هو كده خلاص الحقيقة بتظهر لي خلاص. الحقيقة بتزعل يعني هو كده لابس القبعة السوداء مش عاوز يطلع منها لا لازم يشيلها ويلبس التفاؤلية على طول اللي هو القبعة الصفراء اللي هو التفاؤل لازم ينشط اسلوب التفاؤل اللي جواه. هرجع لكلام حضرتك ولكن معانا مداخلة من رشا من القاهرة. ما شاء الله كويس. اهلا بيك يا رشا. اهلا وسهلا ازيك يا جهاد عامله ايه؟ ازيك يا رشا عامله ايه نورتينا منوره الشاشه والله احنا بننتظر البرنامج عشان نشوفك بجد حقيقي. ربنا يخليك يا رشا اتفضلي. وزي استاذ عبد المنعم. اهلا بحضرتك يا استاذ رشا اهلا بيك. منورين انتوا الاثنين والله ربنا يخليك ربنا يخليك. شكرا يا رشا اتفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور اسلام؟ اهلا بيك حضرتك يا استاذه رشا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كنت عايزه اسال حضرتك عنها حاجه برضو، اسلوب التفكير للاطفال ازاي الاطفال دلوقتي ننمط افكارهم ونخلي تفكيرهم يمشي بشكل ابداعي بقى. يعني نخليهم بقى مبدعين في الحياه. جميل جدا. نوصلهم ازاي احنا كاولياء امور نوصلهم للفكر ده؟ سؤال ممتاز جدا. طبعا السؤال ده مهم جدا، هنجاوب عليه في دقيقه او دقيقتين، الا وهو اهم حاجه انت كأب اللي بتغرز في أولادك الحاجة كويسة. خلاصة التربية في كلمتين، أنت بتكتشف في ابنك الإيجابيات فبتنميها وتزودها، وبتكتشف السلبيات فاللي أنت بتحاول اللي أنت تقاومها وتخليها تتلاشى. إزاي؟ أنت مش هتوجد في ابنك كل حاجة بالعافية، ولازما تخليه يعني في لغة مش حوار بقى، تواصل ملموس. كل ما تديله تجربة عملية عملها بإيده وحركت فيه الحواس الخمسة، الولد هيبقى ممتاز. طيب في نهاية فقرتنا بقى النهاردة عايزين بس نجاوب، احنا لسه عايزين نكمل الحتة دي وبعد كده نتكلم في آخر الفقرة. للأسف احنا مش معنا البرنامج يا دكتور. دقيقتين احنا عايزين بس نجاوب على سؤال علي اللي سأله في اول الحلقة، ازاي نتحرر من شعور الخوف في ازمة الكورونا؟ هو دقيقتين دلوقتي وبعدين كده معانا دقيقة واحدة سهلة بإذن الله. يبقى احنا لازم هنتحرك ما بين القبعة المحايدة والعاطفية، وبعد العاطفية هنخش على القبعة السوداء، بعد كده لازم نبدع ويبقى عندنا تفاؤل، بعد كده بلبس القبعة الزرقاء ونفذ ده على ارض الواقع عشان ربنا يكرم. هننفذ الحاجات دي على ارض الواقع اللي احنا حاليا هنلبس بقى القبعه الزرقاء الحاليه دلوقتي علشان نقدر ازاي نواجه كورونا. معايا؟ هنواجه كورونا ازاي؟ يعني بحاجات بسيطه جدا. اولا المخاوف بتقلل عندنا جهاز المناعه، وجهاز المناعه ده هو اول حائط صد لينا. اول حائط صد ايه؟ طيب يا دكتور ليه؟ عشان وقت البرنامج انا طبعا اسف بقطع كلامك. مشاهدينا احنا الحقيقه يعني استمتعنا مع دكتور اسلام. جميل. ان شاء الله نشوف حضرتك جدا تاني. يبقى نتكلم بقى في الكورونا دوت بقى باذن الله، يبقى ليها حلقه ثانيه باذن الله، والمداخلات بقى لها حاجات مهمه جدا النهارده، وان شاء الله باذن الله يعني الحلقه الجايه انتظرونا عندنا مفاجاه. اكيد الجهاد عندنا مفاجاه حلوه جدا وناس جميله جدا، وهنعايد ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج في ستوك كل يوم اربع الساعه 10 مساء. مع السلامه.